السلام عليكم، انتم في مطبخ نريمة. اليوم ان شاء الله حبيت ندير معكم لي طوماط فارسي بلا ساردين. نبداو بالمقادير ان شاء الله. عندنا هنايا السردين كميه اللي حبيتي، عندي هنايا بياض البيض، عندي هنايا الفلفل الحمراء والخضراء مقطعه شرائح مع البصله، طوماطيش انت اختاريت طوماطيش تكون صغيره وحمراء، عندنا هنايا الثوم والمعدنوس، عندنا هنايا الكمون، القزبر، فلفل العكرين، الملح، الزيت، وعندنا هنايا لا شابليون. نبداو بسم الله على بركه الله. هنايا المعدنوس تاعنا، نربي لها زوج حبيبات الثوم، الملح، بسم الله، عندنا التوابل، عندنا الكمون، قزبر، فلفل عكرين، نخلط كلش. بسم الله، كنا نخلي السردين على جنب، نحكمو بالبلا تاعنا، نجيب البلا، نحكم البلا. انا درت بلا صغير لاني ندير كميه قليله، نديرو فيها الزيت. بسم الله، ندير شويه بصله، رانا رايحين نطيبوها في الكوشه، نزيدوا له شويه فلفله حمراء وخضراء، الفلفله نديروها برك البنة، نبدا ندير شويه توابل، فلفله جا التوابل اللي درناهم في السردين نديرهم هنا في التشكتوكة هذه، قزبر، وعندنا هنايا الكمون، نخلط، نزيد كاس ماء، ديروا شويه ماء، نروحوا الان نوجدوا الطوماطيش تاعنا، نخلي البلا هذا على جنب، نوجدوا الطوماطيش، نحكم الطوماطيش تاعنا، نحي لها هذا الزوائد هذو، نحكم مغرف صغيرة، نخويها من الداخل، نخوي الطماطيش تاعنا، هاد القلب هذا تاع الطماطيش ما طرناش، نسحقوه، نحكم
انا ندرب في البيض، نحي برك شويه هكذا هكذا. كي ديري الطوماطيش كيما الدورمه ديري هكذايا بياض البيض ونحطوها في لاصوص. صغار ترميهم هنا في الصوص، سينو قليهم في الزيت هكذا. ديت بول ديري دي بول صغار، انا راح نقليها في الزيت هكذا. انا عندنا قلنا البصلة تاع الفلفل، هنا الفلفل نقيتها شويتها ونقيتها تشويها خير. بسم الله نزيدو الفلفلة والفلفلة، عندنا طماطيش، عندنا المعدنوس. تقدري انا درت هنا باذنجان، انت تقدري ديري الكورجيت ولا القرعه. هنا الباذنجان قليتها، تقدري ثاني تقلي الملح. بسم الله انا كي قليت باذنجان ما درت لهاش الملح. زيت الزيتون، من احسن ديري زيت الزيتون منه صحي وثاني يعطي لها البنه. ونزيد هنا الزيتون كحل، بصله تاع الفلفل والباذنجان. القارص نديرو برك 10 دقائق. وجده ما فقت هكذايا بلا سلطه، سلطه تاع الفلفل والباذنجان. تقدروا ثاني ديروا القرعه، ودرت ثاني الرز، الرز الابيض، وزدت لها ثاني لاصوص حمراء. ان شاء الله برك تعجبكم الوصفه، والسلام عليكم الى الوصفه القادمه ان شاء الله.